السلام عليكم. لإضافة صورة مائية على الإكسل التي الآن في الإكرام، سنحتاج أولا إلى إظهار رأس وتدليل الصفحة نقطة إبيدوباج. ولعمل ذلك إما أن نذهب أسفل الصفحة ونختار هذه الأيقونة ميزوباج، أو نترك الصفحة عادية ثم نذهب إلى انسيرسيون ومن مجموعة التكست نختار كونتيت إيتي دو باج كما تلاحظون هنا. نضغط داخل هذه الخانة ومن أداة كونتيت إيتي دو باج سنختار إيماج صورة. نختار صورة من الجهاز تكون هذه، ولإظهار الصورة نضغط خارج هذه الخانة. هذه هي الصورة. الآن سنقوم بالتعديلات على هذه الصورة. أولا سنسحبها إلى الوسط. لعمل ذلك سوف نضغط مرة أخرى في هذه الخانة ثم على هذه الأداة، ثم نلاحظ أن هذه الأيقونة أصبحت مفعلة ميزون فورم دو ليماج. نضغط عليها ونقوم بالتعديلات. سنقوم بالتعديل الأول، نضغط على إيماج ثم سنقوم باختيار القيمة التي ستجعل هذه الصورة تنزل إلى أسفل أو إلى الوسط. نذهب إلى غونياج ثم من أو لأننا اخترنا رأس الصفحة، وإذا كنا قد اخترنا تديل الصفحة أي لوبي دو باج سوف نختار با، ثم سنقوم بإنقاص هذه القيمة. نقوم بتجربة قيمة معينة لتكون ناقص 5 مثلا، ثم نضغط على أوكي ونلاحظ أن الصورة لم تصل بعد إلى الوسط. نقوم بإنقاص القيمة مرة أخرى، إيماج، ونزيد من وننقص من هذه القيمة لتكون 8. أوكي، إذن سنتركها هنا في هذا الوسط. ومن ديموشن يمكننا التحكم في حجم الصورة من زيادة أو نقصان، وذلك بتغيير قيمة الطول أو العرض للأعلى أو للأسفل، ونترك هاتين الخانتين فعالتين حتى يتم تغيير في القيمتين معا الطول والعرض، ثم نضغط على أوكي ونلاحظ أن الصورة قد أصبحت أكبر حجما. ونقوم بتكرار نفس الطريقة كلما احتجنا إلى ذلك. إذن سنكتفي بهذا الحجم. الآن سنقوم بتحويل هذه الصورة إلى صورة مائية. نضغط مرة أخرى ومن إيماج سوف نذهب إلى كولور ثم سنختار فيليغرام ثم أوكي. نلاحظ أن الصورة أصبحت مائية ويمكننا الزيادة في ظهور الصورة بنفس الطريقة. نذهب إلى لونتيت دو باج إي فورم ثم إيماج، ومن بعدها سنختار الإضاءة. نقوم بزيادة في قيمة الإضاءة إذا أردنا الزيادة في وضوح الصورة.
نلاحظ أن الصورة أصبحت أكثر وضوحا.